اولا الحركه الشعبيه كانت قد اليوم المجلس ديالها الوطني الاول، وهذه محطه اساسيه لاستكمال الهياكل ديال الحزب. فجدول الاعمال فيه انتخاب رئيس مجلس الوطني وانتخاب اعضاء المكتب السياسي. هذه محطه اساسيه وكتميز بواحد الديمقراطيه، وكتجعل الحركه الشعبيه تعيش هذا التحول اللي تيعيشو المغرب، تحول ديمقراطي، تحول سياسي للانتقال. وكان هناك يعني احتدام في الصراع، يعني وهذا شيء طبيعي عادي. واللي كنتمنى الله هي ان الانتخابات تفرز لنا اولا نخب قادره على حمل المشعل ديال الحركه الشعبيه وابلاغ صوت الحركيين والحركيات والدفاع عن الحقوق ديالهم وعلى الانتظارات ديالهم والانشغالات ديالهم. ف كيف ما كانت النتيجه ديال الانتخابات، اللي اهم هي ما بعد الانتخابات خاص نحافظوا على التوازنات، نحافظوا على الشمل ديال الحزب ونقويه باش يكون حاضر في الساحه السياسيه ويكون تيقرع المكونات الاخرى ويعطي يعني التأطير الكافي للشباب والمواطنين للانخراط في العمل السياسي، ويبلغ الرسالة السامية ديال الوطنية وديال الاعتدال وديال التشبث بالثوابت المغربية. فالحركة الشعبية لها تاريخ كبير عميق قوي غني، يجب أن نحصنه وأن نحافظ عليه، بل يجب أن نقويه. وممكن يتقوى إلا بالعمل وبالجدية وبالتواصل مع المواطنين في مختلف الأقاليم ومختلف الجهات. النقطة الثانية أن المشروع اللي كتدافع عليه الحركة الشعبية هو مشروع مجتمعي متأصل لصق ومن تراب المغرب العميق، وهذا ما يستثني الحركة الشعبية أو ما يميزها عن باقي الأحزاب الأخرى. أن الحركة الشعبية ما جابتش الإيديولوجية ديالها من الخارج، بل نبتات من عمق التراب المغربي المتأصل. لهذا هذا الحزب يتجاوب بكل صدق مع انتظارات المواطنين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.